يوسف وين ساكنة؟ ليش انت عندك ايتام؟ اي والله رجلي ميت انا. زين انت زوجك مستشهد بالحرس الوطني؟ معوق وصار بيه مرض ومات. ايوه يعني ماكو راتب؟ لا اكو راتب. مراتب ليش اكذب عليك؟ ايش قد راتبكم؟ 315. وايش قد عددكم؟ احنا 3 نفرات. وشون بيتكم اجار؟ ما اكذب، لا مال عمي، بعتهم هسه ما معطيني، واخر شيء يطول 315 3 نفرات هم ما يكفي. أيوة. عيني شلون عينك؟ يا عندكم صوبة لو ماكو؟ عندنا صوبة مال نفطية بس تدخن اريد هاي على الكهرباء. على الكهرباء بس ما عندنا انا بيتكم ام مصطفى. ما يخلوني كان اخو بجوا اقول لك ما يخليني عماي. ها ما تستحي كان انتم عندهم. اي وانا ما احب هاي السوالف. يلا عيني اخذي هاي الفوق اخذي. ثواب ابو مصطفى سيدي الشهيد. انا ما اقول لك انا انصب الاول بالامريكا قلت ابو مصطفى. تعرف ام لازم كانك وشايف تعرف سالم؟ اي ابو المدينه. اي ها تحت كلها عد العبو. يلا يلا خذي وحق الشهيد عيني. ها بيتنا ام يوسف. ام يوسف هاي بثواب سيدي الشهيد. أيه؟ وبثواب أموات المتبرع. قروا له الفاتحة. هلا بيكم هلا بيكم هلا بيكم.